بمناسبة الذكرى الرابعة لتقديس الأم ماري ألفونسين وبأجواء من المحبة والحيوية والنشاط، نظم اتحاد الرهبانيات في الأردن لقاء روحيا وترفيهيا في مدينة السلط بهدف التغيير وتجديد روح الفرح وضخ الحيوية في نفوس الراهبات. وقد استهل قدس الأب الدكتور رياض حجازين كاهن الرعية في السلط اللقاء مع الراهبات ليقدم شرحا عن ولادة مزار القديسة ألفونسين التي رممت المكان. وقامت المزار الدكتورة باسمة السمعان وعائلتها وتم تدشينه عام 2016. ثم قدمت الأخت سيسيل حجازين رئيسة اتحاد الراهبات كلمة وجيزة عن هذا اليوم المقدس، تلتها في الحديث الأخت ماري قندح. واكتمل اللقاء بقداس إلهي ترأسه الأب حجازين، حيث ركز في عظته على تاريخ إنشاء كنيسة السلط اللاتين لتصبح أم الكنائس في الأردن، لافتا إلى أن أول رهبنة خدمت في مدينة السلط هي رهبنة الوردية المقدسة. ثم انتقلت الراهبات إلى مقام القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس في السلط، حيث قدم قدس الأب مروان طعامني كاهن رعية السلط للروم الأرثوذكس نبذة عن تاريخ المقام العريق. أهلا وسهلا فيكم في السلط، سلط ماري ألفونسين. باليوم ذكرى تقديس الأم ماري ألفونسين 17/5 السنة الرابعة. بهاي المناسبة بحب أبارك لرهبنتي بهذا العيد، وبطلب من ربنا أنه يبعث لنا دعوات قديسة مثال القديسة ماري ألفونسين. بهالمناسبة الصدفة هي عناية ربانية رتبت اليوم على الرحلة، هو مفروض كان الجمعة الماضية بس هاي الجمعة تخطيط رباني رتب الأمور. مناسبة هالتقديس 17/5 اتحاد الرهبنات كان عنده رحلة ترفيهية وروحية، اجتمعنا بمزار القديسة ماري ألفونسين اللي أبرزته دكتورة باسمة السمعان وكملوا الأب الدكتور رياض حجازين، مشكورين التنين. صلاتنا لهم، صلينا تحت صلاة الصباح، طلبنا نعمة من ماري ألفونسين لكل راهبة موجودة، للحضرات وللغيبات. وبتمنى أنا بهالعيد هذا أنه ربنا يعطينا دعوات قديسة، وبحب أشكر كل الأشخاص اللي أبرزوا هذا المكان، وبحب أشكركم أنتم وأقدم التهنئة لرهبنتي ولكل رهبي اليوم موجودي هنا من اتحاد الرهبنات. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.